السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ ايه الأخبار؟ أنا كنت نزلت بوست على الفيسبوك على الجروب بتاعنا بتاع 3D Maxers، وكنت اتكلمت إن أنا إن شاء الله هشرح ازاي تشتغل من على النت بالنسبة لمجالنا يعني، أو مجال 3D عموما، وأنا إن شاء الله على وعدي معاكم. هقول لكم ازاي نبدأ من الصفر خالص. جايز يكون الدرس ده انا مش هتكلم فيه تكنيكال، ولكن احنا هنتكلم ازاي لو واحد ما عندوش خلفية بالموضوع او ما جربش حتى قبل كده، ازاي يقدر ان شاء الله يشتغل ويجيب فلوس من على النت. تمام، بس معلش انا عايز قبل ما ابدأ الدرس عايز اشكر أربع أشخاص غيروا في مصير حياتي تقريبا. أبويا وأمي نمرة واحد، أبويا الله يرحمه، أتمنى أي حد هيسمع الدروس اللي جاية إن شاء الله يعني لو مش هيدعي لنا يدعي له يعني، ربنا يرحمه ويغفر. ووالدتي ربنا يشفيها يعني ويخليها. وعايز أشكر اتنين من صحابي، هم تقريبا اللي غيروا المصير كله في موضوع الشغل يعني. أنا زمان كنت بشتغل في ورشة بتاعت نحاس يعني، الورشة دي كانت بتاعتنا وبتاعت والدي الله يرحمه، هو كان بيشتغل مهندس اتصالات، مهندس لاسلكي، وكان بعد فترة شغله كان طبعا عشان يحاول يحسن دخله او يغطي مصاريفنا يعني الله يرحمه، فهو كان بيشتغل الشغلانة التانية دي اللي هي بتاعت شغل كان بيرسم، وبيرسم شغل على النحاس وحاجات كده ليها علاقة بالفن شوية يعني، بس الحاجات الهاند ميد. وانا تقريبا كنت بشتغل معاهم من حوالي 9 الصبح، الساعة 9 الصبح لحد تقريبا الساعة 9 بالليل. مش هطول عليكم عشان انا ما بقاش بحكي حاجة شخصية عن نفسي يعني، وما ادخلكوش في متاهات. انا لحد الجامعة كنت بشتغل في الشغل ده، وكنت واخد موضوع ال 3D والحاجات دي كهواية، ما كنتش فاهم فيها ان هي ممكن تبقى مصدر دخل او تبقى هي اساس الكارير بتاعي او اساس شغلي يعني. عشان كده انا بشكر الاتنين صحابي اللي هم ساعدوني وغيروا القصة معايا خالص. انا بشكر محمد ابراهيم، هو مهندس كهرباء، وبشكر صاحبي وصديقي محمد فؤاد. محمد هو كان اول واحد، هو كان معايا في المدرسة يعني، وكان أول واحد قال لي يعني إيه في حاجة اسمها كورسات. أنا مكنتش فاهم حاجة أصلا في القصة دي خالص، ولا كنت عارف إن في حاجة اسمها كورسات. أنا كنت بحاول إن أنا أتعلم على قد ما أقدر، بروح معرض الكتاب، بجيب كتب في المجال اللي أنا عايزه على قد ما بقدر يعني، بحاول إن أنا أتعلم فيه. فهو كان أول واحد بعد المدرسة، بعد ما خلصنا ثانوية عامة تقريبا، كان قال لي تعالى عشان ناخد كورسات والحاجات دي ونتعلم ويبقى معانا حاجة جنب الدراسة والقصة دي كلها. فمن وقتها أنا طبعا حاولت إن أنا أخد كورسات في حاجات كتير. أنا كنت بشتغل زمان برنامج اسمه فلاش، أكيد تسمعوا عنه أو مش عارف يعني، كان زمان اسمه ماكروميديا فلاش، مش عارف اسمه ايه دلوقتي. وكنت واخده هواية قبل ما اشتغل ال 3D Max. ده كان سنة تقريبا 98 أو 99. فمن بعدها وبعد ما بدأت أخد كورسات وحاولت إن أنا أتعلم، طبعا الكورسات ما كانتش زي دلوقتي خالص، ولا طبعا كان في يوتيوب ولا كان في حاجة من القصص دي خالص، كان صعب جدا التعليم وقتها يعني. بس محمد ابراهيم صاحبي اللي هو مهندس الكهرباء، اللي هو اصلا ملوش علاقه بمجالنا خالص،
هو اللي شدني للقصة. يعني زي ما بيقولوا، يعني طالما في حد من صحابك ده صديق خير، يعني هو ده اللي بيشدك للخير. ودي طبعا حاجة مهمة، إن الواحد لازم يبقى مختار صحابه. أنا بشكر محمد إبراهيم جدا، وبشكر محمد فؤاد إن هو أول واحد دخلني المجال بتاع التريننج بتاع الـ 3D Max. أنا دخلته تقريبا سنة من بعد 2001 أو 2002، حاجة زي كده، لحد تقريبا سنة 2014 أو 2015 بطلت التريننج في المكتب بتاعي، علشان طبعا يعني شغلي دلوقتي حاليا. والحمد لله رب العالمين، من وقتها، من بعد الورشة دي كانت طبعا ذات فضل عليا، لأن من خلالها كان والدي ووالدتي ساعدونا ماديا في إن احنا نحاول نتعلم، وما بخلوش علينا بحاجة، وربنا يجزيهم خير طبعا، هما والاتنين صحابي اللي أنا اتكلمت عنهم. طيب مش هطول عليكم كتير، معلش أنا آسف. أنت دلوقتي علشان تدخل القصة دي أو المجال بتاع إنك بتاع إنك تعمل حاجة على النت وتعرف تبيعها، أنت تعتبر نفسك دلوقتي إنك أنت معاك صنعة. طيب الصنعة دي أو المهنة دي محتاجة تولز. التولز دي اللي انت من خلالها هتقدر تنفذها. احنا مش بنتكلم على التولز بتاعت 3 دي ماكس طبعا دلوقتي، ولكن احنا بنتكلم على التولز اللي هتخليك تعرف تعمل القصة دي. طيب التولز اللي انت هتحتاجها دي بقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة انت هتحتاج يبقى عندك ايميل. طبعا عايز اقول هو في حد ما عندوش ايميل؟ طالما هو عامل ايميل او داخل على الفيسبوك يبقى اكيد معاه ايميل. لا، وارد ما الناس ما تكونش معاها ايميل، وارد يشوف الدرس على اليوتيوب من غير ايميل، وارد يبقى معاه ميل بس غير الجيميل. احنا عايزين نعمل ايميل على جيميل. طب اشمعنى جيميل بالاخص؟ يعني يفضل جيميل، لان الجيميل ده هيتربط بعد كده بحاجات تبع جوجل، وهيتربط بالبيبال وبيبال اكاونت يعني، وهيتربط بالجوجل ادسنس بعد كده لو انت حبيت تعمل حاجات تانية هشرح لك عنها يعني حبة حاجات. فانت اول حاجة هتحتاج تعمل ايميل، هتدخل على جوجل وهتعمل ايميل من على جيميل، يعني هتدخل تكتب جيميل وهتدخل تعمل اكاونت جوجل اكاونت وتعمل اكاونت على جيميل. تمام. طيب يبقى اول حاجة لازم يبقى معاك ايميل. طيب تاني حاجة لازم يبقى معاك اكاونت على بيبال. تمام. بيبال ده ايه؟ بيبال ده الويب سايت اللي انت من خلاله هتاخد الفلوس لما تيجي تشتغل على اي ويب سايت من السايتس اللي احنا هنتكلم عليها. تمام. 99% من الويب سايتس دي بيحول لك الفلوس على بيبال. تمام. طيب هل انا هعمل باي بال وخلاص؟ لا، انت مش هتعمل باي بال وخلاص. انت الباي بال اكاونت ده بعد ما بتعمله بتربطه بالفيزا بتاعتك. يعني ايه الكلام دوت؟ انت لازم يبقى معاك كريدت كارد. كريدت كارد ده انت بتطلعه من اي بنك طبعا، بس الكريدت كارد اللي هيطلع لازم يبقى فيزا مش ماستر كارد. خلي بالنا احنا عندنا فيزا وعندنا ماستر كارد. كويس. طيب بالنسبة لينا في مصر، البنوك اللي بتطلع الفيزا عندنا بنك HSBC، وعندنا البنك بتاع اعتقد QNB او حاجة زي كده. تمام. طيب هحكي لكم سريعا كده، علشان انا طبعا الموضوع ده كان عويص بالنسبة لي، وبعد كده لقيت موضوع تافه. انا معايا كذا فيزا بس كلهم ماستر كارد، قصدي كذا كريدت كارد يعني بس كلهم ماستر كارد. حاولت ان انا اعمل فيزا، فروحت على بنك HSBC، لقيت ان انا يعني لما سألتهم عايز اعمل اكاونت عشان اطلع الفيزا، فقالوا لي لازم تحط حوالي 10,000 جنيه في البنك، وعلى اساسهم تقدر تطلع
الكريدت كارد ده. طبعا لو انت ما بت... لو انت بتشتغلش في مكان معين، المكان دوت لو بتشتغل في مكان معين والمرتب بتاعك بيتحول على البنك، ده طبعا في ايديه ان هو يطلع لك كريدت كارد. كويس. لو ما بتشتغلش في مكان لازم تحط فلوس في البنك. طيب خلينا نشوف ايه افضل الحلول للقصة دي. يعني انا دلوقتي رايح اعمل اكاونت، رايح اعمل فيزا علشان اروح اخد فلوس من على النت، وارد يعني اكيد مش هبدأ بمليون جنيه، اكيد مثلا ممكن يبقوا 100 دولار، ممكن يبقوا 50 دولار، ممكن اكتر ممكن اقل. يعني طالما لسه في الاول فاكيد مستحيل ان انا اروح احط 10,000 جنيه في البنك يعني. طبعا انا لقيت ان موضوع ال HSBC، انا كنت نازل فعلا رايح اعمل حساب، وقلت لهم انا عايز اعمل فيزا مش ماستر كارد. فانا لما قلت لهم عايز اعمل فيزا مش ماستر كارد علشان اربطها بحساب الباي بال، طب ليه فيزا؟ زي ما قلنا لان الباي بال ما بينفعش يستلم فلوس الا لو ربطه بفيزا مش ماستر كارد، لازم فيزا مش ماستر كارد. مش يعني خلي بالكم الموضوع ده، لان ماستر كارد مش هيشتغل، هو لازم فيزا عشان يتاكتف ويشتغل. فالمهم يعني انا ما طولتش وخرجت من ال HSBC، لان انا لما سالتها قلت لها اللي هي اللي تحت بتاعت خدمه العملاء، يعني سالتها انا عايز اعمل اربط الاكونت بالفيزا اللي انا هاخدها اكونت الباي بال، قالت لي لا اصل الخدمه دي مش شغاله عندنا ومش مش شغاله والقصه الغريبه دي. فانا خرجت بصراحه، وبعدين كبرت دماغي شويه، دورت على النت لقيت الناس بتتكلم عن فيزا اسمها ايزي باي. تمام. ايزي باي دي عباره عن فيزا تبع البريد، تبع البريد المصري، اسمها ايزي باي. لو قلت لكم الموضوع ده هتلاقوه اتفه من التفاهه. يعني انا في ال HSBC كان لازم احط 10,000 جنيه علشان اعمل فيزا زي دي، وعشان اربطها بالباي بال يعني، او 5,000 جنيه في QNB تقريبا حاجه زي كده. انا كنت معدي بالعربيه من الصوت بالصدفه كده جنب مكتب البريد، فقلت لا طب ما ادخل كده ابص. فدخلت وقفت على الشباك الاول، خدت رقم وكان في ناس كتير واقفه بصراحه، فانا رحت اسال على الشباك، قلت بدل ما افضل قاعد مستني كتير وانا مش فاضي الكلام ده. فسالتهم قلت لهم انا عايز اطلع فيزا، فقالوا لي طب هات 10 جنيه. والله بجد زي ما بقول لكم، فانا استغربت بصراحه، افتكرتها تبقى رشوه او حاجه زي كده يعني. فقلت ماشي، فاديت للست اللي واقفه في الشباك 10 جنيه. فبقول لها طب انا عايز اطلع فيزا اروح فين؟ فلقيتها مدياني ظرف كده، بتقولي طب ما ايه؟ قلت لها ايه دي؟ قالت لي دي الفيزا. فبصراحه ما كنتش مصدق، فاخدت الظرف. طب هي فيزا ولا مكتوب عليها اسمي ولا اي حاجه؟ دي البتاعه دي هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ فقلت لها طب اعمل ايه بعد كده؟ قالت لي طب روح على الشباك اكتفها. تمام. فانت اول حاجه هتدخل البريد، مش هتستنى تاخد رقم، خد رقم وخلاص، وروح اسال على الشباك عشان ما تتعطلش كتير، ما تقعدلكش وقت طويل عبال ما تيجي تشوف بعد كده يقول لك شباك تاني او الكلام ده. هتدخل مكتب البريد. كويس. هي دي الحل المثالي للموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. تدخل مكتب البريد هتقول لهم عايز فيزا بتاعت ايزي باي، هيقول لك ادفع 10 جنيه، هتدفع 10 جنيه هتدوك ظرف، هتاخد الظرف ده، الظرف ده فيه الفيزا وفي رقم جوه محط اللي هو الرقم اللي بيبقى مقفول عليه ده بتاع الفيزا. هتاخد الفيزا هتروح تقف على الشباك تسجلها، تقول لهم انا عايز اسجلها، هيقولوا لك اقف على الشباك الفلاني، هتسجل الفيزا. كويس. بعد ما هتسجل الفيزا كده انت تمام. طيب الفيزا دي بعد ما اتسجلت، يعني اتسجلت يعني ايه؟ الفيزا دي انت بتاخدها مش مكتوب عليها اسمك، فلازم تتسجل عندهم البيانات بتاعتها. فبتاخد الفيزا، بتتصل بعد كده في رقم في ظهر الفيزا ديت، بتكتب بتتصل بيه تقول لخدمة العملاء عايز اكتفها، بيكتفوها لك وانت واقف يعني في التليفون كده، ما تمشيش من مكتب البريد. بتكتف الفيزا، بعد نص ساعة بالظبط تقدر تحط فيها فلوس او تشتري بيها يعني. طيب هي طبعا بتبقى اكتفها بس فاضية،
انت هتاخد الفيزا، بعد نص ساعة من المكالمة اللي انت هتعملها هتقف جوه في الشباك تحط فيها فلوس. تحط فيها قد ايه؟ حط فيها 100 150 جنيه. طب هو ضروري انت تحط فيها فلوس اصلا؟ ضروري انك تحط فيها فلوس لسبب، لان انت علشان تربطها بالباي بال، الباي بال بعد كده هنتكلم يعني على القصة دي لسه قدام، عشان تربطها بالباي بال بعد كده. الباي بال بيتست الفيزا فبيخصم منها حوالي دولار ونص او يورو ونص، بما يعادل بتاع 50 جنيه، حاجة واربعين جنيه مش فاكر، حاجة زي كده يعني، علشان بيتست الفيزا شغالة ولا لا، فلازم يكون فيها فلوس. كويس، انا خدت الفيزا من الراجل اللي عمل لي اكتيفيشن دي، مش هطول عليكم. قال لي انت عايز تعملها باسمك؟ قلت له اه باسمي. ف خدت منه الفيزا بعد ما سجلها، ورحت للراجل التاني قلت له عايز احط 150 جنيه في الفيزا، فقال لي عايز تحطهم كلهم. بصراحة استغربت انا، ايه يعني ايه كلهم دول يا عم؟ دول 150 جنيه. فهو طبعا علشان مكتب البريد متعود ان الحوالات بتبقى يعني ناس، في ناس طبعا بتبقى بسيطة شوية، بتحول بقى ارقام بسيطة جوه يعني. فقلت له اه حطهم كلهم، فحطهم. وانا قلت له انت كده يعني اقدر استخدمها امتى؟ بعد كام يوم؟ قال لي لا تقدر تستخدمها دلوقتي. بصراحة ما كنتش مصدق يعني ان في حاجة في الحكومة بالسهولة دي. تقريبا الموضوع ما خدش نص ساعة، يعني انا خدت الفيزا في 5 دقايق، الفيزا دي طلعتها في 5 دقايق، وعبال ما اكتفتها وحطيت فيها فلوس وشغلتها والقصة دي كلها كان تقريبا عدى نص ساعة ومشيت. مش عارف، كان في ناس بتتكلم عنها كلام غريب، او ان هي ملهاش لازمة او حاجة رزلة او الكلام ده، فطلع الموضوع بسيط. المهم يعني انت لما تيجي تربطها بالباي بال ما تنساش الباي بال، بعد ما بيخصم اليورو ونص في كود هتدخله هيطلع لك في الباي بال. انا لسه اشرح ازاي تعمل سيت اب يعني، في تعمل قصدي ساين اب في الباي بال والكلام ده. فبيخصم منك الفلوس، بتتصل بمكتب البريد تقول لهم في معاملة انا عملتها دلوقتي، اللي هو خدمة العملاء اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول. بتقول لهم عايز في كود بيتبعت مع المعاملة دي، الكود ده عبارة عن 4 أرقام بتاخده بتسجله في المكان اللي هيظهر لك يعني جوه انت بتأكتيفيت الفيزا بتاعتك. تمام، انا اتصلت بخدمة العملاء، قلت لسه بشرح بقى طبعا، انا قلت بقى اتعامل والحكومة بقى يعني مش عارف يبقوا فاهمين الكلام والقصص اللي بنتكلم فيها دي ولا لا. لقيتهم بصراحة اتفاجئت يعني، بقول لها انا عايز الكريدت كارد، عايز ال4 أرقام اللي اتبعتوا في المعاملة اللي مش عارف ايه. فقالت لي اه حضرتك عايز الكود اللي اتبعت عشان تربطه بالباي بال وبتاع. لقيتها فاهمة بصراحة، فكنت مبسوط جدا. فخدت الكود ودخلته وربطت الباي بال واشتغل واتاكد في كل حاجة وبعت عليه الفلوس. المهم يبقى انا دلوقتي عندي ايميل على جيميل، دي نمرة 1. نمرة 2، لازم يبقى عندي باي بال اكونت. طيب خلصنا من القصة دي بقى، دي قصة ازاي او الحاجة اللي انا هبقى محتاجها علشان اخد الفلوس. طيب نروح بقى احنا ازاي هنعمل الفلوس اصلا. طيب هنعمل فلوس من خلال كذا ويب سايت، في كذا ويب سايت اقدر من خلالهم اعمل مودلز وابيعها عليه. طيب ايه الويب سايتس دي؟ خلينا نبدأ كده بأكبر ويب سايت اسمه تربو سكويد. تربو سكويد ده ويب سايت، او اكبر ويب سايت، وويب سايت كبير ومشهور في مجالنا بتاع 3D. المودلز طبعا بتحط عليها، هتلاقي في مودلز فري وهتلاقي في مودلز بفلوس، وفلوس كتيرة وفلوس قليلة وقصص كتير يعني. فانت لو دخلت اقف كده واتفرج، بصوا انا فتحت المودل ده بالصدفة كده، بص المودل ده محطوط عليه يعني، ده واحد مثلا عامل مطار وعامل فيه طيارات، راسم شوية فيكلز يعني، عامل فيكلز بتاعت، عامل شوية عربيات على طيارات على حاجات بتاعت المطار يعني. بصوا كده، ادخلوا على الويب سايت ده وقلبوا عليه الاول يعني، خدوا فكره الاول على عن الحاجات دي. طيب هو اي حد بيحط اي رقم في اي حته بالكلام ده؟ لا طبعا، الناس دي ما تحطش ارقام عشوائيه خالص. يعتبر الويب سايت ده اغلى، مش اغلى، اكبر ماركت لل3D. تمام، ف
انا طبعا هشرح بالتفصيل ازاي ارفع على تيربو سكويت او على المواقع التانية اللي هنتكلم عليها، بس انا بتكلم ان جنرال دلوقتي او بشكل عام على كل المواضيع. ف انت مثلا موديل زي ده شوف، هو ممكن وارد هتلاقيه هنا معمول له داونلود او معمول له داونلود كام مرة، في هنا مثلا 10 عاملين ريتنج للموديل. محدش بينفع يعمل ريت لحاجة إلا لو اشتراها، فمعنى كده إن في 10 اشتروه، 10 في $2000، انتوا فاهمين قصدي طبعا. طيب أكيد أنا مش أول ما هبدأ بآلافات يعني، أو حتى ولا بميات، ممكن أبدأ بمودلز بسيطة. تمام. طيب ممكن يبقى في مودلز معقدة دي مش بتاعتي دلوقتي، ممكن دي حاجة ما ينفعش أنا أشتغل فيها أصلا لسه. لو انا دخلت على الكاركترز مثلا او اناتومي او اي حاجه، لو بدات اتفرج بص على المودلز هنا هتلاقي مودلز بقى باكتر وباقل، ده مثلا 400 ومش عارفه كام، هتلاقي بقى حاجات ايه بارقام تانية. كويس. طيب هو انا هدخل اتوه جوه بقى واشوف انا هقعد الوش بقى مع نفسي ولا هعمل ايه؟ لا، انا هقول لكم هنشتغل ازاي وهنشتغل ايه بالظبط، بس الاول بعد ما نعدي قصه الويب سايت. فانت عندك الويب سايت بتاع تيربو سكويت ده اول ويب سايت، وهشرح برضو الموديل اللي بيطلع بيتعمل الفورمات بتاعته ايه وكل القصة دي كلها هتكلم عليها بالتفصيل، وازاي يعني ايه المواصفات المطلوبة في الموديل عشان الموديل يترفع. تاني ويب سايت، في ويب سايت اسمه سي جي تريدر، ده تاني اكبر واحد بعدي تقريبا يعني، او اكتر حاجة منتشرة يعني. تمام. ركزوا كده، انا لما وقفت على المودلز قال لي بقى في مودلز كذا وكذا وكذا، وفي مودلز 3 دي برينتنج. يعني ايه 3 دي برينتنج؟ يعني مش في مودلز ممكن ناس تستخدمها في الانيميشن، مودلز تستخدمها في الريندرنج وخلاص، في البرزنتيشن ناس تستخدم حاجات في الانتيريور، ناس تستخدم حاجات في الاكستيريور، ناس تستخدم حاجات في الجيمز، كل مجال وليه مودلز. تمام. وفي ناس بتستخدم المودلز دي في ال 3 دي برينتنج، ان هو يعمل بيها موديل في الحقيقه، يطبع في الحقيقه، والموديل ده يبقى زي ماكت او يبدا يتعمل عليه استامبه ان هو يتعمل منه مودلز كتير. والمودلز اللي بتبقى جاهزه لل 3 دي برينتنج دي بتبقى غاليه. بتبقى غاليه ليه؟ لان المودلز دي بتكون معموله بنظافه شديده جدا، مواصفات شديده جدا، قصدي مواصفات معينه يعني. المودلز لازم يعني حاجات بقى معينه، الموديل ليه ثيكنس ما يقلش عن كذا علشان ينفع يتطبع، ولو زياده بيطلع بايظ، ولو في فيسز بايظه ما بيشتغلش، فلازم يبقى مضمون ان هو جاهز لل 3 دي برينتنج. عشان كده الموديل ده قبل ما بيترفع بيتعمل عليه تشيك كويس، وبعدين بيترفع وبيبقى غالي. تمام. فانا عندي تيربو سكويد وعندي سي جي تريدر وعندي ويب سايت تاني اسمه 3 دي سكاي. تمام. 3 دي سكاي. طيب الويب سايت بتاع ال 3 دي سكاي 3dsky.org، اسمه 3dsky.org. 3 دي سكاي ده ويب سايت هتلاقوا 99% من الناس بتاعت الانتيريور والبرزنتيشن بقى والحاجات، والناس بتاعت الديكور والكلام ده بتشتغل من 3 دي سكاي. تمام. 3 دي سكاي مودلز بتاعته نظيفه، المودلز بتتقسم كاتيجوريز يعني، بتتقسم بقى في مودلز فري، وفي حاجه اسمها ال تي، وفي حاجه اسمها برو. البرو ده هو انضف حاجه بتبقى معموله، واكتر حاجه بيكون فيها شغل او تفاصيل. تمام. تعالوا مثلا خش على فرنيتشر، خش على مثلا صوفا. تمام. هتلاقي هنا مكتوب ال تي جنب الموديل. كويس. وفي مودلز هتلاقي بدل كلمه ال تي هتلاقيها برو. هبقى اشرح لكم لسه ايه الفرق بين قصه ال تي والبرو والحوارات دي كلها. فلو انا دخلت مثلا جوه موديل كده مثلا زي ده، هلاقي بصوا بقى تفاصيل وشغل بقى عالي. تمام. هتلاقي الموديل ده مثلا ب$7. طيب هل ده مش قليل؟ لا، هو مش موضوع كده قليل ولا مش قليل. $7 ممكن تلاقي مثلا 500 واحد نزله، 300 واحد نزله مثلا. فانت ال 300 اللي بينزلوا دول
80 90% هيكونوا بيشتروه. طب في حد ممكن ينزله من غير ما يشتريه؟ اه، في ناس بترفع مودلز، بعد ما بترفع المودلز دي بعدد معين من المودلز بكواليتي معينة بيتفتح لهم ان هم يداونلودوا حاجات تانية فري من غير ما يدفعوا فلوس. طيب الويب سايت بتاع 3 دي سكاي ده، يعني اعتقد ان ده اول ويب سايت ممكن نبدأ بيه. ليه؟ لان الويب سايت ده سهل انك ترفع عليه الحاجة وتجيب منه الفلوس بسرعة. بمعنى ايه؟ الويب سايت ده لما بترفع عليه الحاجات وتتباع، تبدأ تتباع، بتدخل تشوفها هي عملت قد ايه، فبيتظهر لك الفلوس مثلا اتباع كذا. هو طبعا ايه، كل ويب سايت بيبقى ليه خطة في البيع يعني. ففي ويب سايت بياخد 50% من الفلوس، في ويب سايت بياخد 30%. كل ما بتعلى في الكاتيجوري هو بياخد، او في الكواليتي بتاعتك وعدد المبيعات، كل ما بياخد فلوس اقل منك. كل ما انت لسه في الاول كل ما بياخد منك كتير. فالويب سايت ده الوحيد اللي انا جربته اللي بتاخد الفلوس تاني يوم ما بتطلبها. بمعنى انت عملت على الويب سايت ده فلوس $50 $100 مثلا، فبتيجي تاني يوم بتحط الايميل بتاع اكونت الباي بال بتاعك، بتقول له تطلب الفلوس. طبعا هشرح ده كله لسه بالتفصيل. وبتطلب الفلوس، ف تاني يوم بيجي لك مسج ان هم حولوا لك الفلوس. لكن هتلاقي ويب سايت زي سي جي تريدر مثلا، او ويب سايت زي تربو سكويد، بيبقى ليهم مواعيد معينه في الشهر على اساسها بيبعتوا الفلوس. سي جي تريدر مثلا بيبعت الفلوس يوم 20 في الشهر، تربو سكويد بيبعت الفلوس يوم 15 تقريبا، حاجه زي كده يعني، كل يوم 15 من كل شهر، او كل يوم 20 من كل شهر. 3 دي سكاي الوحيد اللي انت بتطلب الفلوس تاني يوم بيجي لك مسج في الانبوكس عندك ان هم حولوا لك الفلوس. ويب سايت جميل قوي يعني. بيحولوها فين؟ بيحولوها على الباي بال اللي احنا اتكلمنا عليه ان احنا لازم نعمله في الاول. كويس. طيب في ويب سايت تاني، في بقى ويب سايت تانية كتير 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 يعني ما تعدش. في مثلا عندك ويب سايت اسمه سكتش فاب. تمام، سكتش فاب كويس. تخش بقى على سكتش فاب، تخش على اي حاجة الويب سايت ده هتلاقيه بقى ده خاص شوية ايه بشغل الجيمز بالحاجات دي. تمام، ده مثلا موديل اهو محطوط عليه $39 مثلا. بتدخل بقى تشتري من عليه مودلز، سواء بقى للجيمز او للانيميشن او لموفي انت بتعمله او ايا كان. الجيمز دي بتبقى جاهزه بقى متظبطه بالتكتشرز بتاعتها، مش عارف ايه. في ناس طبعا بتعمل المودلز في المايا، في ناس بتعملها في الماكس، كل واحد على حسب هو عاملها فين. تمام، الموديل ده انيميتد ولا لا، الموديل ده معمول له ريجنج. يعني انا لسه هتكلم طبعا عن القصص دي كلها. موديل يعني ايه ريج، ويعني ايه معمول له ريجنج، ويعني معمول له انيميشن، يعني في مهرجان في القصه دي كلها. اسهل حاجه زي ما قلنا هو 3 دي سكاي، ترسم عليه موديل وترفعه، تاني يوم يتباع، تالت يوم تعرف تاخد الفلوس. قصه جميله خالص. طيب في غير سكتش فاب، انا بقول لكم كده الحاجات وهقول لكم نبدا بايه نمره واحد. تمام، في عندك سايت اسمه بسم الله الرحمن الرحيم ارت ستيشن. تمام، ارت ستيشن، وارت ستيشن ده برضو بينفع تعمل عليه مودلز وترفعها وتشتغل عليها. ماركت بليس، بص مثلا هنا ده مثلا واحد عامل حاجات شوية مباني كده، هتلاقي واحد على فكرة في حاجات ممكن تفتكر ان هي تافهة لكن هي في الحقيقة مهمة جدا. بص ده واحد عامل ايه، يقول لك هنا ايه industrial pipes، شوية مواسير. واحد هيقول لي طب ده هيستفيد ايه؟ لا ده موضوع كبير خالص. يعني ايه؟ انا عشان اعمل موديل انا بروح اشوف الناس محتاجة ايه، بروح اشوف الناس محتاجه ايه واشتغل. بمعنى بصوا هنا مثلا واحد عامل ايه،
واحد عامل تلاجات حاجات فيها شوكولاتة ومش عارف ايه وبتاع. طيب هل انا اي موديل هعمله هيتباع على طول؟ اه هو طبعا هيتباع، ولكن انا بدور على الناس هتستخدمه على طول. تمام، هدور على الناس هتستخدمه على طول، بمعنى انا شايف مثلا الناس بتاعت الديكور بتهتم قوي بان يبقى معاها المودلز بتاعت الكنب والكراسي والقصص دي كلها، فانا هتلاقي بقى في ناس مش قاعده غير للكنب والكراسي، يعني في واحد عامل خط انتاج كده لل3 دي بيعمل كنب وكراسي بس. ده في واحد انا لقيته هنا قبل كده بيعمل مخدات، يعني والله العظيم بيعمل مخدات بس، يعني قاعد ليل نهار كده كل شويه تلاقيه راح منزل كبشه مخدات كده مع بعض وقاعد ايه بيتاجر في المخدات بس. ف هتلاقي مثلا في واحد قاعد بيعمل مودلز بتاعت حاجات ديكور، حاجات كده اكسسوارز بتاعت هوم اكسسوارز مثلا. فهتلاقي انا بقى ابدا اشوف انا اكتر حاجه ممكن ما تكونش موجوده والناس محتاجاها ايه. تمام، فمثلا خلينا نخش جوه ازرق نشوف فيها ايه. طب مثلا واحد عامل، طبعا ده مش واحد بس، ده ناس كتير، يعني تخش بقى جوه بروفايل كل واحد وتتفرج كل واحد عامل ايه. فلو انا كنت بتكلم هنا ان ده قاعد عامل شوية مواسير، في ناس مثلا بتعمل حاجات، احنا مثلا كان عندنا مشروع بتاع محطة كهرباء بتاعت سيمنز، فكنا محتاجين مثلا حاجات من دي. طبعا احنا رسمناها احنا من A to Z لان هي كانت حاجات مطلوب تترسم بشكلها، ولكن انت بتعمل مصنع بتحتاج حاجات من دي، فانت طبعا بره بيشتروا، مش زي عندنا، يعني قليل ما بيشتروا. انا مش بتكلم عننا، يعني انا بتكلم عننا عموما. فهتلاقي مثلا ان دي حاجة ب5 دولار سهل، هو وفر وقت كتير جدا وهتتباع كتيرة جدا. طبعا تلاقي واحد مثلا جاي عامل ايه، عامل شكل الرصيف بتاع الشوارع، عامل اشكال منه كتير، عامل يوفط بتاعت الشوارع ومنزلها. هتلاقي واحد عامل شوية براويز بس، طبعا مش اي كلام عبيط يعني هيتعمل ويترفع ده في مودلز ممكن تيجي ترفعها. انا جربت قبل كده على ستريم سكاي، يعني عملت موديل كده عبيط خالص خالص، وكان شكله حلو وكل حاجة، بس موديل يكاد يكون تافه في طريقة عمله، فاترفض مع انه كان معمول بكل المواصفات اللي هما طالبينها. فكان ايه سبب بقى؟ هما طبعا لما بيرفضوا موديل بيقولوا لك سبب الرفض ايه. يعني سبب الرفض هو مش مترندر حلو، يا الماتيريال فيها مشاكل، يا انت مستخدم حاجة بتاعت حد، عشان برضو ايه الشيطان ما يوزكش وتروح تاخد حاجة بتاعت حد وتغير فيها وترفعها، طبعا ده كلام ما يكناش. فكان السبب ان الموديل معمول بطريقة بسيطة جدا، ان هو مش يعني مش يعني مش حاجة اللي هو يعني الموديل تافه بمعنى صح، ان هو عايزين يوري ان الموديل ده تافه، فمعلش يعني مش ما بناخدش موديلز تافهة، انت فاهمني؟ فلازم طبعا الموديل يكون ايه فيه شغل. وانا هقول لكم نعمل ايه برضه في 3 سكاي، يعني لسه هنرجع له تاني. فعندك بقى ارت ستيشن، ده هتلاقي بقى ناس عماله تعمل حاجات، خش قلب بقى للصبح، واحد بيعمل مش عارف صخور، واحد بيعمل حاجات كتير، حاجات كتيره جدا، وناس بتعمل حاجات للجيمز، وناس يعني بمناسبه الجيمز مثلا في عندك اسيت ستور اسمه اسيت ستو تقريبا اسمه كده، اسيت ستو. تمام، طيب ايه الاسيت ستور ده؟ ده موقع خاص بيونيتي، لو تسمع عن يونيتي. ايه يونيتي ده؟ يونيتي ده برنامج بتاع جزء منه ديزاين وجزء منه ديفلوبمنت، ده بيتعمل بيه الابليكيشنز والجيمز والكلام ده، وده احنا بنشتغل بيه عندنا في المكتب. يعني لو انت دخلت بقى على الاسيت ستور، بتخش على ال 3 دي مثلا، دي بقى مودلز جاهزه للجيمز، ناس بقى قاعده بتعمل في مودلز جاهزه للجيمز بس، يعني مودلز معمول لها اوبتمايزيشن،
معمول لها السيجمنت بتاعتها صح، معمول لها يو في دبليو ماب صح، معمول لها ان راب صح، المودلز ما فيهاش غلطه يعني، يكاد يكون يعني. بص هتلاقي قليل لما تلاقي حاجه واخده 3 نجوم ولا نجمتين ولا الكلام ده. بصوا يعني هتلاقوا وناس بقى ايه قاعده تعملش حاجه غير ان هي بتعمل باكج، لا باكج كاركترز، باكج شجر يعني. بص واحد عمل 4 5 شجرات وبيحطهم، طبعا ده حطيتهم فري لان هم ايه يعني عشان ما يتقلوش ده موديل تافه برضه. ف هتلاقي بقى ناس عامله كاركترز مثلا تنفع في جيم، ناس عامله شويه شجر، ناس عامله شويه بيوت، ناس عامله شويه سمك، ناس مش عارف عامله شويه مودلز كده ايه مكعبات واي اي حاجه. اي مش بتكلم ان هي حاجه اي كلام، ولكن اقصد ان هي حاجه بسيطه تمام. فكتير كتير بقى تعمل حاجات كتيره جدا 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 يعني. طيب نرجع تاني للموضوع بتاعنا عندنا بقى، وفي طبعا في سايت تاني تقريبا كان اسمه ايه، اسمه شيب ويز تقريبا، شيب ويز، في كذا حد كان متكلم على السايتس دي على النت يعني. بس انا هقول لكم بقى بالتفصيل نعمل ايه. الناس كانت بتتكلم عنها في العموم، ان شاء الله انا هقول لكم ايه واحده واحده كده نعمل. شيب ويز ده بقى مخصوص لل 3 دي برينتنج، انتوا فاهمين قصدي؟ تلاقي واحد عامل ديزاين لجراب موبايل، تلاقي واحد عامل ديزاين لماكت مش عارف ايه، حاجات ممكن تكون بسيطة ولكن دي بقى السايتات دي اللي بتبيع بقى الاستامبات والحاجات موديل جاهز على 3 دي برينتنج. ده طبعا بيبقى غالي بعض الشيء. طيب احنا علشان نقول بقى احنا نبدا بايه، وهل انا هبدا اروح ادخل على سي جي على شيب ويز، ولا هدخل على سي جي تريدر، ولا هدخل على الحوت الكبير اللي هو تيربو سكويد ده، طبعا عليه فطاحل جوه يعني عشان تعرف تخش وتغامر في وسط الناس دي يعني مشكله. ولكن هو مش صعب الموضوع، سهل تحط عليه مودلز وتتباع عادي. طيب تعالوا بقى نشوف يعني. هنا مثلا الويب سايت بتاع تيربو سكويد هتلاقي عليه موديل ب 200 دولار، هنا بياخدوا 60% في الاول من الفلوس بتاعتك، او احيانا تقريبا 50%. في واحد طبعا ممكن يحبط يقول لك انا هعمل حاجه مش عارف ب 100 دولار عشان ياخدوا 50، ده طبيعي، هو بيبيع لك حاجتك وبيضمن لك فلوسك، ولو الموديل بتاعك فيه عيب بيتحمل انه يرجع الفلوس لاصحابها تاني، وبيخسر في التحويل وبيخسر في الحاجات دي، فطبيعي ان هو لازم يكون كسبان في الاول. انت بقى بعد ما بتترقى شويه في الويب سايت، وانا لسه هتكلم بقى على الحاجات دي الليفلز اللي انت بتوصل لها، بتقدر تكسب منه كويس. بعدين انت مش هتقعد تبيع، مش يعني مش ترسم موديل وتفضل تبيع فيه طول العمر، اكيد هتقعد يعني اكيد هتشتغل بما انك قاعد وهتخصص نفسك للقصه دي، فسهل. مش عايز حد يقعد يبص على الحاجات دي ويجيله احباط ولا حاجة، احنا مش هنبدأ اصلا بالقصة دي خالص، ولكن انا بقول لكم ان ده اكبر ماركت بليس لل 3 دي مودلز. طيب انا هبدأ بمين فيهم؟ انا هبدأ ب 3 دي سكاي. طيب نصيحة تاني، محدش يروح يعمل موديل على 3 دي سكاي يبيعه، طبعا هو هيتحط على 3 دي سكاي. 3 دي سكاي انت ما بتحددش فيه سعر الحاجة يعني، 3 دي سكاي الموديل الويب سايت الوحيد اللي انت مش هينفع تسعر فيه الموديل بتاعك. هو الموديل بيتباع ب 7 دولار، الويب سايت بياخد 50% تقريبا، وانت 50% او 40% و60% مش فاكر تمام. طيب حطيت انت موديل على 3 دي سكاي، الموديل هيتباع ب 7 دولار، ما ينفعش انت بقى تروح تحطه على سي جي تريدر ب 50 دولار، يعني كده اللي هيشتري يقول عليك حرامي على طول. حطيته على 3 دي سكاي يبقى هينزل على سي جي تريدر بنفس السعر، تسعره انت جوه ب 7 دولار. انا يعني طبعا انا بتكلم بشكل عام، لسه هدخل في تفاصيل الكلام ده، بس طبعا عشان مستحيل ان انا اقدر اشرح الحاجات دي كلها ولا في درس ولا في درسين ولا في 5 حتى، يعني اكيد هياخد وقت. عملت حاجه على 3 دي سكاي هتنزل على اي ويب سايت تاني لازم تحدد سعرها زي 3 دي سكاي 7 دولار. طب ايه اللي يخليني احطها على 3 دي سكاي؟ طب احطها ليه بقى على ويب سايت تاني؟ انت كل ما بتحط الحاجه بتاعتك على كذا ويب سايت، كل ما حركه البيع هتزيد، كل ما هتتشاف اكتر،
كل ما هتبيع على كذا ويب سايت كل ما يبقى ليك فلوس في كذا ويب سايت وهكذا. 3 دي سكاي بينزل كل يوم موديلز جديده، فطبيعي تلاقي الموديل بتاعك راح في الصفحه اللي قبلها، شويه تلاقيه بقى في الثالثه، شويه تلاقيه بقى في العاشره، شويه في ال50، شويه في ال90. فلازم تكون متابع اول باول، تشغل الاكونت بتاعك فتعمل مودلز وتنزلها عشان تفضل على طول بتنزل في الصفحه الاولى او الثانيه. كويس. طيب حطيت بقى انت الموديل على 3 دي سكاي زي ما قلنا، هتحط على اي ويب سايت تاني بنفس السعر. ما حطيتوش هنا تقدر بقى انت تسعره. حطيته على تربو سكواد هتحطه على سي جي تريدر بنفس السعر او ممكن اقل سنه يعني لو انت عايز، بس يفضل طبعا نفس السعر. انا بتكلم على 3 دي سكاي، هو الوحيد اللي ما ينفعش تزود لان هو بيحدد 7 دولار الموديل. واحد هيقول لي طب انا هكسب يعني من ال 7 دولار دول؟ ما هو انت زي ما بنقول الموديل ما بيتباعش مره واحده، يعني الموديل مش بيتداونلود مره واحده. وارد تلاقي موديل متداونلود 10,000 مره، ممكن تلاقي يعني وهكذا، تلاقي المودلز بتنزل كتير، يعني المودلز هتلاقيها بتنزل كتير، عدد مرات الداونلود لو انا عملت لوجن هتنزل كتير. فهنفترض يا سيدي ان هو نزل 100 مره، اتباع منهم 20 مره في 7 في 20 ب 140 مثلا، ب 140 دولار. لو انت هتاخد نصهم فده كويس جدا. كويس، ده في موديل واحد، انا بتكلم على موديل واحد. لو انت كل يوم بتنزل او كل يومين ثلاثه بتنزل موديل وتفضل مشغل الموضوع عندك، هتلاقي رقم كل شهر. هتبدا مثلا ب 500 جنيه كل شهر، تبدا ب 1000 جنيه 2000 جنيه، تزيد تبقى قاعد مخصص حياتك ل 3 دي سكاي بس، سهل تجيب منه فلوس وهتلاقي كل شهر فلوس. تمام. بس انا بقول مش هتعمل موديل ولا اتنين وتفضل قاعد جنبيهم مستنيهم يتباعوا، لا، الموضوع محتاج شغل بشكل مستمر علشان تقدر الاكونت بتاعك او المودلز بتاعتك ما تروحش في الصفحات اللي هي الكتير اللي ورا، ما ترجعش ورا. تمام. طيب حطيت على سي جي تريدر. سي جي تريدر برضو من المواقع الكويسة والحاجة عليها بتتباع وبيعمل اوفرات بقى. يعني ايه بيعمل اوفرات؟ ممكن يقول لك ايه، طب انت عامل الموديل ده ب70، تقدر انت تعمل اوفر ان هو مثلا ب50 النهارده، او تعمل اوفر ان هو ب50 لحد نهايه الشهر مثلا. او في حاجه كمان، ان ممكن اللي عايز يشتري منك الموديل يبعت لك يقول لك ينفع اشتري منك الموديل ده بدل ب70 اشتريه ب40. لو انت اصلا كنت عامله ومش في نيتك تبيعه بال70، بيعه بال40. ممكن توافق انك انت تبيعه له بال40 وترجع تغير سعره تاني. فده ميزه سي جي تريدر، ان هو بيسيبك الناس تبعت لك مسج وتقول لك طب انا ينفع تعمل لي ديسكاونت، طب مش عارف ايه. دي ميزه في الويب سايت ده. تمام. وكل ما بتبيع اكتر كل بقى ما بيديك هنا فلوس، بينزل لك هنا فلوس يديك ديسكاونت لو انت جيت تشتري انت حاجه تانية بقى، يديك 30% ديسكاونت 50% ديسكاونت على حسب الفلوس اللي انت ايه بتبيع وبتشتري بيها والقصه دي. فهو ويب سايت حلو يعني. انت بقى ان شاء الله بدات تبقى متالق وجامد في الحته اللي انت فيها، يعني واحد جامد قوي في الكاركترز بس ما بيشتغلش في الديكور، يبدا يعرض بقى هنا، يخش على تربو سكواد. واحد جامد جدا في الديكور عادي يعرض برضه على تربو سكواد، المهم ان هو بقى جامد في حاجه. بس يفضل طبعا الناس بتاعت الديكور 3 دي سكاي على طول. 3 دي سكاي هيبيع لك زي الفل يعني. 3 دي سكاي اسرع حاجه هتبيع واسرع حاجه تجيب فلوس واسرع حاجه تحول منها الفلوس. معلش انا عندي برد بس اسف. فدي الويب سايتس تقريبا اللي انا كنت قلبت فيها شويه، واللي من خلالها تقدر ايه تجيب منها فلوس. لو انت جيت فكرت هتعمل ايه مثلا على 3 دي سكاي، 3 دي سكاي ممكن في ناس بتعمل باكج حاجات للانتيريور مثلا، فتقدر تجيب من عليها. بص مثلا انا واحد عامل ترابيزه عليها شويه اطباق وعليها شويه سكاكين وكام كرسي والقصه دي. تمام. سهل جدا تتباع وتتداونلود كتير، يعني هتلاقي ناس كتيره
اكيد في ناس كتير، هتلاقي ناس كتير عامله ريت، وهتلاقي ناس كتير عامله داونلود، وقصه واحد عمل مثلا كونسول وفوقيه فازه وفوقيه برواز وفوقيه مش عارف ايه. سهل جدا ان هو يعني يعمل حاجه زي كده وتتباع على طول. طيب انا في الدرس ده كنت بتكلم عن ايه اللي انا هبقى محتاجه، هحتاج ايميل، هحتاج بيبال اكونت. بعد الايميل هتعمل بيبال اكونت، ايميل على جيميل، هتعمل فيزا. الفيزا دي بالنسبه للناس اللي في مصر عليكوا على البريد المصري على طول، خش قول لهم انا عايز اعمل فيزا بتاعت ايزي باي، وتخلص وتسجلها وانت واقف، وتتصل بالتليفون خدمه العملاء تاكتفها وانت واقف، وما تروحش غير وانت حاطط فيها 100 جنيه. يعني استنى نص ساعه، لما ما ينفعش تحط فيها فلوس في ساعتها، تستنى نص ساعه بس، بعدين وانت في البريد تقول لهم عايز اعمل ايداع 100 جنيه 150 جنيه انت وظروفك، يعني تاخد الفيزا وانت واقف. نص ساعة بيكون معاك فيزا، ولا تستنى بقى بنك ولا اتش اس بي سي ولا بتنجان، وبتاخد الفيزا متأكتفة وتأكتف الباي بال على طول أول ما ترجع، والدنيا تبقى تمام. كويس، دي الويب سايتس اللي احنا إن شاء الله هنشتغل عليها. هنبدأ بستريت سكاي، والدرس الجاي هنبدأ نختار حاجة ونبدأ نعملها على ستريت سكاي، ونعمل أكونت على ستريت سكاي ونرفع عليه الحاجة ونتابعها بعد ما تنزل، ونشوفها تجيب فلوس ولا لأ، ونسجل الايميل ان شاء الله اللي احنا هنكون عملناه وسجلناه على باي بال علشان نقدر نجيب منهم الفلوس. بالنسبة للناس اللي هي ما مش في مصر، انت بقى لازم يبقى معاك فيزا طبعا، مهم جدا عشان باي بال. احنا عندنا هنا بنك اتش اس بي سي بيطلع الفيزا، بنك كيو ان بي تقريبا برضه بيطلع الفيزا، مش عارف في بقيه الدول العربيه ايه البنوك اللي ممكن تطلع الفيزا غير كده. برضه هشوف وارجع اقول لكم. تمام، اتمنى انا النهارده ما اتكلمتش في حاجات تكنيكال، بس ان شاء الله اتمنى اول درس ده يكون يفيدكم في حاجه لحد ما نبدا تكنيكال ان شاء الله من اول الدرس الجاي. معلش هسيبكم بقى دلوقتي عشان ايه، تقريبا هبدا اقرح جامد. معلش، السلام عليكم.